مرة تانية برحب بيكم في هذا الصباح. توثيق التجارب الذاتية مهنيا ربما يكون درس عملي لآخرين راغبين في العمل في نفس المجال، هذا ما قامت به الكاتبتان أسماء عبد العزيز ومي عبد الهادي في آخر إصدار ليهم مشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب كواليس المدينة، عمل مشترك بيوثق التجارب الذاتية لعدد كبير من العاملين بمهنة صناعة الإعلام. هنلقي المزيد على هذا الكتاب وعلى فكرة هذا الكتاب مع ضيوفنا في استوديو هذا الصباح، الكاتبة أسماء عبد العزيز والكاتبة مي عبد الهادي. أهلا بكم. أهلا بك. خلينا نبدأ منك يا أسماء. الكتاب فكرة أنه أنا مبدئيا عجبني فكرة الكتاب، أنا بحب فكرة دايما أنه حد يكون بيشتغل في حاجة معينة ويتكلم مع الناس عن الكواليس بتاعتها اللي الناس مش عارفاها، خصوصا في مهنة الإعلام. يعني فكرة الكتاب جات لكم إزاي وإزاي اشتغلتوا عليه؟ فكرة الكتاب بقالنا بنحضر فيها 3 سنين. الفكرة دي جات لنا بمجرد كنا قاعدين مع صحابنا وبنتكلم عن المشاكل اللي ممكن نكون بنتعرض ليها والمغامرات اللي ممكن ان احنا بنقابلها في شغلنا. فأنا ومي قلنا طب ما تيجي نعمل كتاب ونكتب فيها كل حاجة خاصة بينا وخاصة بزمايلنا، بحيث ان طلبة الإعلام يلاقوا فيها كل اللي ممكن يكونوا بيدوروا عليه. وفعلا عملنا ده، ابتدينا نتكلم مع زمايلنا في المجال الإعلامي سواء صحفيين أو مراسلين أو مذيعات ومذيعين، وبدأنا نرصد كل واحد فيهم تجربته وإيه الحاجات اللي قابلها في شكل شيق، مغامرات مع آراء. يعني الكتاب الحقيقة الحمد لله متنوع. طيب مي، الفئات او الناس اللي انتوا سجلتوا معاهم او اللي انتوا اخترتوهم، ايه مهنتهم او ايه وظيفتهم في الاعلام؟ الاعلام طبعا مجال كبير، يمكن انا حاسه انتوا ركزتوا شويه على الناس اللي بتنزل الشارع. احنا الكتاب علشان يكون مفيد لازم يكون حقيقي جدا وقريب من النفس البشريه. احنا اللي اشتغل في مجال الاعداد خصوصا بيبقى فاهم يعني ايه يتعامل مع كل الطبقات الممكنه وكل النفوس البشريه. الكتاب هتلاقي فيه مخرجين، هتلاقي فيه مراسلين، هتلاقي فيه معدين، هتلاقي فيه مذيعين واساتذه في كليات الاعلام، بيقولوا بقى الناحيه الاكاديميه ايه. انا واسماء حاولنا ان احنا تجربتنا احنا الذاتيه ما تبقاش واخده مساحه كبيره علشان ندي المساحه الاكبر لزمايلنا يحكوا مغامراتهم. والحقيقه احنا يعني شغلنا في العمل الاعلامي علمنا حاجه، مفيش حد شرير في المطلق. يعني احنا اتعاملنا مع كل مختلف الفئات من اول زي ما بنقول الغفير لحد الوزير. في ناس بسيطه جدا وعندهم اخلاق كويسه جدا، في ناس اتحطوا ممكن بس في ظروف او بيئه صعبه جدا خلتهم يطلعوا اسوأ ما فيهم، يمكن لو الظروف كانت اختلفت كانوا يبقوا في مكانه تانية خالص. احنا كمان في الكتاب ده كنا عايزين ناكد على فكره الاعلام ما هوش السبيل للحلول كلها. الناس بتتصل كانت بينا دايما عايزين ان هم اللي عايز شقه واللي عايز وظيفه واللي صحيح. عايز يعالج ابنه. طبعا احنا يا ريت نعمل ده ويا ريت نحاول نساعد بده، بس مش احيانا كتير كنا بنقف عاجزين ان احنا نعمل ده بشكل كويس. احنا كنا نفسنا نقول ان الاعلام ما هوش وسيله لمتاجره بهموم الناس. يعني انا امنيت حياتي ان يبقى البرامج اللي فيها حالات انسانيه تختفي تماما. اللي يقدر يساعد حاله يساعد، ده لان احنا المجتمع لازم يكون فيه دايما الدور المجتمعي للشركات حتى الكبيره لازم يكون موجود، ده دورنا، ما هواش تفضل مننا ان احنا نساعد غيرنا. فبس من غير ما نعمل ده بطريقه فيها متاجره لهمومهم، فده نفسي جدا ما يبقاش موجود في الاعلام. في اطر كتيره جدا لازم ان احنا نخلي بالنا منها، حاولنا من خلال ان احنا ناخد اراء يعني اساتذه كبار في الاعلام. اسماء كمان قامت بالدور ده كويس جدا واخدت اراء دكاتره كبار زي دكتوره ماجي الحلواني، زي صفوه العالم هتتكلم عن الجزء ده كمان قوي. ان احنا نحط اطار اخلاقيات المهنه، الضمير المهني، دي كلها ما هياش مسمياته بس، الكلام ده فعلا معاني لو اترسخت عند جيل جديد ممكن نطلع بشكل افضل كتير. طيب يعني واضح من كلامك يا مي انه مش بس الكتاب ما فيهوش بس حكايات شيقه لزملاء المهنه، لكن كمان كان في راي اكاديميين زي ما انت بتقولي. طب يمكن اسماء انت تخصصتي في الجزء ده اكتر، قولي لي مين الاساتذه او الدكاتره اللي سجلتي معاهم او تواصلتي معاهم وقالوا لك ايه اصلا عن فكره الكتاب؟ دكتور ماجي الحلواني واستاذ مفيد فوزي ودكتور صفوت العالم وعدد من الاعلاميين واستاذه نشوى الحوفي، عدد من الاعلاميين شاركوا معانا في الكتاب واستاذه ريهام ابراهيم، كلهم اجمعوا
سواء أساتذة الإعلام أو العاملين بقطاع الإعلام، إن الإعلام مهنة ذاتية في الآخر لا يصح إلا الصحيح، واللي بيفضل فيه هو اللي عنده الكفاءة والقدرة على المواجهة. لأن احنا بنشوف ناس كتيرة ممكن تدخل الإعلام بالواسطة، بس في الآخر هو مع الوقت بيسقط من الموضوع. اللي بيفضل بس هو اللي عنده الخبرة، لأن الإعلام مهنة ذاتية جدا جدا. وده أنا فاكرة فيه كلام أستاذ عبد الله كمال الله يرحمه لما اشتغلت في مؤسسة روزا ليوسف، إن ما ينفعش تجيب صاحبك معاك علشان يساعدك في موضوع، لازم تكون قائم بنفسك في كل حاجة وتبتكر علشان تقدر تكون موجود وفي نفس الوقت تعبر عن نفسك بقوة. لأن الإعلام مهنة مش سهلة خالص، وممكن تكون دارس ليها، بس مع وجودك في الحقل الإعلامي تسقط لأن أنت ما عندكش الخبرة أو الكفاءة أن أنت تكمل فيها. هو الإعلام عموما مش موهبة، يعني مش حاجة يدوية، أو مش حاجة، هو حاجة محتاجة تطوير طول الوقت واكتساب خبرات طول الوقت، وفي طول الوقت حاجات جديدة بتظهر وحاجات جديدة بنشوفها. والضوابط يا أسماء كانوا كلموها كمان عن الضوابط، ان مفيش دولة دي مهمة. الضوابط الخاصة بالقوانين تقصدي، ولا الضوابط الخاصة بالعمل الذاتي اللي انت بتتكلمي عنه، يعني كضوابط الصحفي او الحريات يعني احنا بندرس في الإعلام حدودك ايه، وايه يعني ايه الاساس اللي انت ممكن تتداول فيه العمل الاعلامي. لكن انت كمان وانت في المجتمع بيكون في مجموعه من الضوابط. يعني انا شايفه ان مش كل القضايا نقدر نتناولها في الاعلام. والحقيقه مع شغلي في اكتر من دوله، مصر من اكتر الدول اللي يعني المتمتعه بحريه، لسبب يعني احنا تناولنا قضايا كتير عمر ما حد قال لنا لا ممنوع. لما اشتغلت في دول عربيه، لا في خطوط وفي قيود، ممنوع تتناول كذا، ممنوع تتناول كذا. انا بتكلم على العمل الاجتماعي تحديدا. ايوه صحيح، انا كنت لسه اقول لك عن تقصدي هنا الموضوعات الاجتماعيه اللي بعض الناس بيعتبروها حرجه او يعني ممنوع، لكن احنا هنا بنتناول كل حاجه. وفي نفس الوقت كمان يعني مهنه الاعلامي هو بيرصد الموضوع وبيقدمه للناس، ومطالب ان هو يكون بمنتهى الحياديه. بس في بعض الاحيان وخصوصا في القضايا الاجتماعيه انت ما بتقدريش تبقي حياديه، يعني بتحاولي بس في بعض الاحيان بتتعاطفي مع الموضوع لدرجه ان انت بتبقي نفسك تقدمي الحل، بس في كتير ما بيكونش الحل موجود معاكي. طيب مين ابرز الشخصيات او ابرز المهن اللي تعاملتي معاها وحسيتي انه في خلال الكتاب تعاملتي معاها وحسيتي انه الحكاوي بتاعتها ثريه اكتر او غنيه اكتر بالقصص؟ يعني الحراميه في لا والله بجد حقيقي، يعني انا شفت يعني ايه حرامي شريف، عارفه حرامي عنده اخلاق، يعني ممكن يرجع الحاجه لحد عشان عارف انه محتاج مثلا، او يحس ان هو موظف. يعني كان في حرامي حكى لي على حاجه ان هو سرق محفظه في اتوبيس، فشاف المهنه موظف رجع له المحفظه لما لقى ان فيها 360 جنيه راح رجعها كامله، قال ده غلبان مش هينفع، يعني مش هو ده اللي انا هسرقه، يعني انا عايز اسرق رجعها على عنوان. كنا عملنا حاجه مع واحد اسمه اللص التائب، حتى هو كان عامل كتاب كان مسلي جدا، قاعد بقى ازاي يفيدك ازاي مثلا بيسرقوا شقق ازاي كده، فعمل لنا المغامره دي عشان نخلي بالنا ايه الاحتياطات اللي ناخدها علشان لو حد حرامي عايز يعني. بس انا كنت اقصد حاجه تانية. هو طبعا انت قلتي ده حاجه جميله، بس انا كنت اقصد حاجه تانية. انا اقصد حاجه جوه مجال الاعلام، يعني لما كنت بتسجلي مع صحفي، مع مراسل، مع مذيع. طبعا انا مراسله سابقه وعندي قصص كتير يعني، بس انا عايزه اعرف المراسلين قالوا لك ايه الحكاوي الكوميديه. اهم مراسله عندك هي اسماء عملت تجارب فعلا يعني رهيبه في الموضوع ده، يعني هي ممكن تحكي التعامل المباشر مع الناس، يعني لا شيء صعب جدا حقيقي. يعني انا في مره كنا عملنا تجربه، احنا عايزين نقول للناس ما ينفعش اي حد في الشارع تديله فلوس لانه ممكن يكون صحيح بيضحك عليه. احنا نزلنا الشارع وحاولنا ان احنا نعمل تجربه، ان لبسنا المذيع متسول. لبست المذيع متسول، لا مش متسول، كان راجل عاجز وبقعنا له هدومه ولمينا في ساعه 1500. ألف ونص، وده غير السندوتشات طبعا. والانتحر مع الكوبري. لا اللي انتحر بقى دي كانت مشكله كبيره. احنا قررنا ان احنا نرصد ازاي الناس ممكن تتعاون مع شخص بيحاول انتحار. فطلع المذيع من على الكوبري وحاول ان هو ينط، والحقيقه لقينا الناس بتصوره بالموبايل.
من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه، وقرر ينط فعلا. وبعد ما نط ابتدوا يصوروه في النيل. يا يعني هو بس مستمرين ما شاء الله. يعني دي كانت من اغرب المواقف. مره تانية كنت في الشارع وبرده لقيت حد بيحكي قصته. انا الحقيقه بعيدا عن الكاميرا قررت ان انا اديله فلوس عشان اساعده. يعني انا كنت عايزه اثبت حاجه، ان مش كل اللي في الشارع يستحقوا المساعده، وان في ناس كتيره ممكن تضحك عليها. وبالذات كمان بقى في ملف تاني اللي هو الدجل والشعوذه. ما بتتجوزيش معمول لك عمل، شغلك واقف معمول لك عمل. اكتشفت ان الناس بتدفع مبالغ كبيره جدا على ملفات الدجل والشعوذه، وهي كلها ملفات وهميه بيستغلوا فيها ان انت عندك مشكله، وبيعملوا فلوس كتيره لدرجه ان الدجال انا بحس ان هو اغنى واحد هو المتسول. يعني طبعا نزلت في اماكن شعبيه وراقيه، ويعني كل الاماكن الشعب المصري ده من اجدع بصراحة. يعني فعلا الشعوب اللي في العالم بجد، احنا مش فكره ان احنا بنقول كده عشان احنا يعني متعصبين للمصريين، بس فعلا اجدع ناس هتلاقيهم هم المصريين. يعني نزلنا منطقه اسمها جزيره امبابه، شوفي الجدعانه بتاعت الناس وازاي بيوقفوا جنبك وازاي بيساعدوكي. وفعلا البلطجي المنطقه او الفتوه ده لسه هو موجود، اللي هو اللي بيدافع عنك على ده. حقيقي ده حقيقي. هو انت لما بتدي كمان الاحساس بالاهميه، يعني لما بتدي الاحساس بالاهميه انه انا هنا بصور، ويعني معلش هو يعني عارفه بيقوم بواجب، يعني عارفه زي اللي بينظم المرور في الشارع. يعني هو صح. هو خد دور عسكري المرور صح. عشان هو شايف ان الدنيا زحمه والناس متبهدله. لا بتشوفي يعني ناس كريمه وجدعه. يعني على قد ما هم بوسطه، بس ازاي بيعزموا عليكي بقوي بقلب، وعايزين يعزموكي وعايزين ياكلوكي. تفاعل صحابكم وزمايلكم في الاعلام كان ازاي مع الكتاب؟ قالوا لكم ايه؟ والله كانوا سعداء بالفكره جدا، يعني الحمد لله. واحنا مبسوطين انها ذكرى حلوه، حتى ان احنا كلنا متجمعين في كتاب واحد. اغلب زمايلنا اللي دلوقتي يشتغلوا في برامج اجتماعيه، مش عايزين ننسى اسماء حد، لان اغلب اللي موجودين كاتبين معانا في الكتاب من اهم المعيدين اللي عملوا برامج اجتماعيه بره مصر وجوه مصر. اسماء اشتغلت كتير في برامج اجتماعيه بره مصر، كانت عامله ضجه كبيره. فمن يعني ناس كتير كاتبين معانا في الكتاب، وتجارب انا شايفاها شيقه وشايفاها انسانيه جدا. يعني هتفيد يعني المتلقي العادي، عشان يعرف ان الكواليس دي مش دايما كل حاجه بتشوفوها يا جماعه تصدقوها. صحيح، هي هتفيد المتلقي وهتفيد طالب اعلام. طالب اعلام بقى، انا عايزه كلمه منك اسمع عن طالب اعلام، لانه الحقيقه اللي يمكن احنا شفنا ده كمان واحنا بندرس، ان هم بيبقوا احنا كنا داخلين الحقيقه باحلام وبحاجات بشكل تاني خالص، وما زال لحد دلوقتي. يعني انا بشوف اطفال صغيرين لسه في ابتدائي وفي اعدادي، وعايز تدخل كليه ايه يا حبيبي؟ عايز ادخل كليه اعلام. عايز تطلع ايه يا حبيبي؟ عايز اطلع مذيع. طيب يعني يا ريت تقول لنا بقى الكتاب يفيدهم ازاي. بصي، الاعلام طبعا مهم الدراسه، بس الاهم كمان ان انت تنزل الشارع. في الشارع هتتعلم كل حاجه طبعا. يعني انا فاكره لما بدات كنت بادئه بسذاجه غريبه جدا، اللي هو نازله كده يعني عايشه الحياه. لما يعني انا متخيله مثلا ان انا كنت هتضرب مره في الشارع، دي كانت اول تجربه صادمه ليا. ورجعت البيت وهدومي يعني مبقعه، لان انا كنت عايزه اثبت ان لا، الناس ممكن تبقى اللي هو ممكن تساعد حد ما يستاهلش المساعده. الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اقولها لك، ان الاعلام مهنه ذاتيه، وفي نفس الوقت مش هينجح فيها غير لو عنده ابتكار وقادر ينافس. لان الوسط الاعلامي زيه زي اي وسط، ممكن تلاقي فيه ناس كتيره موجوده وما يستحقوش المكان، بس في الاخر لا يصح الا الصحيح. مش هتفضلي موجوده غير لو انت عندك القدره والمهارات اللي تخليكي تنافسي في مهنه هي مهنه صحيح. ذاتيه. وحتى لو فضلتي موجوده مش هتستحوذي على اعجاب صح. الناس واعجاب او احترامهم صح. في كمان حاجه تانية بخصوص ان انت كنت نازله يعني بريئه كده، انه لما بتشوفي المتدربين، سواء متدربين في الجرائد او في المتدربين في القنوات التلفزيونيه، انا شفت متدربين لسه في تانية اعلام وثالثه اعلام بينزلوا التقارير، بينزلوا يصوروا التقارير وهم لسه عندهم يعني عارفه اللي هو حماس شديد جدا، ومش لابسين، يا اما مش لابسين لبس مناسب للمكان، يا اما مش يعني هم لسه مش يعني مش مستوعبين الفكره، فبياخدوا خبطات كتير لسه مش فاهمين ما يفهموا. طيب قبل ما اختم عايزه اعرف حاجه مهمه جدا، انت كان ليكي تجارب بره مصر يا اسماء، عايزاكي يعني سريعا كده تقولي لي ايه الفرق ما بين الضوابط وايه الفرق ما بين العمل الاعلامي هنا وفي الدول اللي انت رحتيها.
والله انا بقول لك بمنتهى الصراحه، يعني انا هنا في مصر عمر ما تناولنا قضيه اجتماعيه، لان الملف الاجتماعي هو اللي انا شغاله عليه. وحد قال لنا لا ما تتناولوش كده، الحريات فيها هنا اوسع. بره مصر لا طبعا، كل دوله في قيود، يعني مسموح تتكلمي في كذا وكذا وكذا. لو عديتي الكذا ده ممكن الماده ما تتعرضش. فاحنا هنا لا، الاعلام حر اكتر. ده يمكن اللي انت قلتيه في 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 البدايه. كويس ان انت اكدتي. لا، وفي حاجه كمان، احنا عندنا هنا كفاءات يعني قادره على المنافسه في اي مجال. والحقيقه انا بشوف ان الاعلاميات والاعلاميين المصريين هما الابرز في كل مكان، وده مش تحيز والله، يعني انا احتكيت بده وشفت. المصري لما بيروح في اي مكان بيقدر يثبت نفسه في مجال الاعلام تحديدا يعني. واحنا محتاجين ان احنا نبرز نفسنا اكتر، لان احنا قادرين على المنافسه. للاسف يا اسماء وقتي انتهى، وقت الفقره انتهى. بشكرك شكرا جزيلا طبعا على وجودك معانا، اسماء عبد العزيز وايضا مي عبد الهادي، مؤلفتين للكتاب كواليس المدينه الخاص بمهنه الاعلام وكواليسها.